أبطال رابعة ابتدائي، أهلا بيكم. معادنا مع حل امتحان على الوحدة الثانية، استراتيجيات عملية الجمع والطرح من بنك المعرفة المصري. امتحان مكون من 20 سؤال من بنك المعرفة، وتعتبر احنا نشرنا الوحدة الأولى القيمة المكانية في فيديو قبل ده، تقدروا ترجعوا له. وده دي الوحدة الثانية إن شاء الله مع بعض، الأسئلة بنظام التعليم الجديد طبعا، لان طبعا بنك المعرفة المصري محتوى من وزارة التربية والتعليم المصرية. تعال نشوف الأسئلة بتاعتنا من 1 لـ20. السؤال الأول بيقول إيه؟ املأ الفراغات التالية بالإجابات الصحيحة من كل مجموعة. هنختار ما بين العنصر المحايد، الدمج، الإبدال. طيب أول واحدة بيقول إيه؟ كتب جمال 21 + 6 ما بين قوسين زائد 14 يساوي 21 + 6 + 14 ما بين قوسين، باستخدام خاصية ايه في عملية الجمع؟ طيب هنا ايه اللي حصل؟ ان هو بدل ال 21 كانت جوه القوس، خرجها بره القوس. دي العملية دي وجمع عادي. هل العملية دي اسمها ايه؟ يا ترى العنصر المحايد الجمعي ولا الدمج ولا الابدال؟ طبعا دي خاصية الايه؟ خاصية الدمج. دايما لما تلاقي قوس كده جواه ارقام يبقى دي خاصية الايه؟ الدمج. طيب كتب 33 + 16 يساوي 16 + 33، يبقى هنا بدل مكانهم، يبقى دي استخدام خاصية ايه؟ برافو عليكم، خاصية ايه؟ الإبدال. تمام؟ لأن هو بدل 33 + 16 هي طبعا 16 + 33، فدي خاصية الإبدال. في عملية الجمع كتب 28 يساوي 0 + 28. طبعا الصفر ملوش قيمة، فده يعتبر محايد، فالصفر محايد ايه؟ محايد جمعي، فطبعا باستخدام خاصيه المحايد الايه؟ الجمعي في عمليه الجمع. دي سؤال رقم 1. السؤال رقم 2، املأ الفراغات التاليه بالاجابه الصحيحه من كل مجموعه. كيف يمكن اعاده كتابه المساله؟ السؤال بيقول ايه؟ كيف يمكن اعاده كتابه المساله 316 + 528؟ اشرح كيف عرفت ذلك. يمكن اعاده كتابه المساله في صورة ايه بقى؟ تمام؟ في يمكن اعادة كتابة المسألة في صورة طبعا 316 + 500 ايه؟ 28، او 528 + 316. تمام؟ لان دي عملية الايه؟ لان دي خاصية الابدال في الجمع. يبقى هنا خاصية الابدال، يبقى هنا بدل 316 + 528 تبقى 528 + 316. ليه؟ لان ده خاصية الابدال في عملية الجمع. طيب في عملية الجمع خاصية الابدال بيه هنا تبقى عملية الايه؟ الجمع. تنص على ان الاعداد يمكن ايه بقى؟ يمكن جمعها باي ترتيب دون تغيير المجموع. لان خاصية الابدال معناها ايه؟ ان انت تجمع العدد باي ترتيب. تمام؟ اهو دي الاختيارات بتاعتنا يا جماعه، احنا مش بنكتب من نفسنا. يمكن اعاده كتابه مساله في صوره ايه؟ 528 + 316 اهي دي، وباستخدام عمليه ايه؟ باستخدام عمليه الجمع، لان خاصيه الابدال في عمليه الجمع. تنص على ان الاعداد يمكن ايه بقى؟ يمكن جمعها باي ترتيب دون تغيير المجموع، ودي خاصيه الابدال. تمام كده؟ طيب سؤال رقم 3، كتب التلميذ الجملة العددية 87 - 52 يساوي 52 - 87. ما سبب أن هذه الجملة العددية غير صحيحة؟ طبعا مش صح أن دي تساوي دي، لأن خاصية الإبدال موجودة في الجمع بس، لكن مش موجودة في الطرح. طيب الإجابة الصح هي ألف ولا ب ولا جيم ولا دال؟ يا ريت تجاوبوا معانا في التعليقات وتشوفوا الدنيا فيها إيه. طبعا الإجابة الصحيحة هي ب، لأن خاصية الإبدال تنطبق على عملية الجمع، ولكن لا تنطبق على عملية الإيه؟ عملية الطرح. دي الإجابة الصحيحة ب. طيب سؤال رقم 4، أي من الاستراتيجيات الآتية التالية ستساعدك على إيجاد حل المسألة 78 + 25 باستخدام الحساب العقلي؟ اختر إجابتين صحيحتين. انت هنا في اجابتين صح. اول حاجه الاستراتيجيه اللي هتساعدك ان انت تحل المساله دي 78 + 25 باستخدام الحساب العقلي، في اجابتين صح هنا. طيب التقريب الى 30 و80 ولا ثم الجمع، ولا التقريب الى 30 و80
ثم الطرح. طبعا ولا دي صح ولا دي صح. رقم ج، استخدام التعويض من خلال جمع 25 و75 ثم جمع 3. دي صح دي بقى، دي باستخدام الحساب العقلي هنا، اللي هو 25 و75، ال 78 ده هنقسمها حاجتين 75 و3، يبقى نجمع 25 و75 ايه زائد، وبعد كده نحط عليهم ايه 3. طب رقم د، استخدام التعويض من خلال جمع 25 و75 ثم طرح 3. طبعا دي غلط، احنا هنا بنجمع 25 زائد 75 زائد 3 اللي هي قبلها، يبقى هنا اجابه صحيحه ج. في واحده تانية بقى، عايزين اجابتين. يا ترى هي اللي هي باستخدام استراتيجيه التحليل والجمع من خلال تحليل العدد 25 الى 2 و5 وتحليل العدد 78 الى 7 و8 وجمع 7 زائد 2 زائد 8 زائد 5 ثم جمع 13 زائد 9. طبعا دي غلط، كله مش هينفع نعمل حصيله التحليل. لكن واو هي الصحيحه، استخدام استراتيجيه التحليل والتجميع لتحليل العدد 25 الى 20 و5. لكن في الاول هنا بيقول لك ايه الى 2 و5، لكن 20 نحلل العدد 25 لكام؟ ل 20 و5 مش 2 و5. وتحليل العدد 78 ل 70 و8، السبعه دي ما قيمتها 70، تمام؟ يبقى نحللهم 20 و5 و70 و8 ثم جمع 70 زائد 20 وبعد كده 8 زائد 5، 70 زائد 20 ب 90، وبعد كده 8 زائد 5 ب 13، يبقى 13 زائد ايه؟ زائد 90. يبقى هنا عندنا الاجابه الصحيحه في السؤال ده اللي هو ج وايه وواو. طيب نيجي بعد كده للسؤال رقم 5، مهم جدا الاسئله دي يا جماعه. طب السؤال رقم 5 بيقول ايه؟ املأ الفراغات التاليه بالاجابه الصحيحه من كل مجموعه. كيف يمكن حل المساله 69 ناقص 160 باستخدام استراتيجيه التعويض؟ باستخدام استراتيجيه الايه؟ التعويض. طيب نطرح ايه بقى؟ طرح ايه بقى؟ يا ترى طرح 60 ناقص 160 ولا 70 ناقص 160 ولا 60 ناقص 200 ولا 70 ناقص 200؟ اول حاجه طبعا تطرح 70 ايه؟ ناقص 60. ليه؟ لان انت قربت هنا، عملت تقريب ل 69 خليتها 70، يبقى نطرح ايه؟ 60 70 ناقص ايه؟ 160. ثم جمع ايه بقى؟ ب. ثم جمع 1 ولا جمع 40 ولا جمع 30 ولا جمع 9؟ طبعا ثم جمع ايه؟ نجمع 1. ما انت زودت على ال 70 دي ونقصتها من ال 160، فزودت 1 فتروح إيه؟ فهنا زودت 1 فكانك جمعت ايه؟ 1. ثم جمع 1 لايجاد ان 69 ناقص 160 يساوي كام؟ يساوي طبعا 91. تمام، يساوي 1 ايه؟ 91 الاجابه الصحيحه. دي خلي بالكم منها، السؤال ده هو سؤال بسيط لكنه بيخليك تعرف كذا استراتيجيه في وقت واحد، تعمل كذا حاجه في وقت واحد. طيب رقم 6، اوجد المجموع 469 زائد 252. طبعا انت بتجمع بطريقتك، الطرق اللي انت اتعلمتها، اي طريقه تجمعها، المهم تجيب ايه؟ الناتج. طبعا الناتج هيبقى هنا ايه؟ لو تجمعه بسرعه كده وتقولوا لي. طبعا هتبقى 700 كام؟ ايوه 721 اللي هي رقم د. طيب السؤال رقم 7، وجد مهاب ان 71137 يساوي 41309 زائد 29828. هو الرقم ده 71000 يساوي العددين دول مع بعض. اي تقدير مما لا يمكنه استخدامه ليتحقق من معقوليه اجابته؟ يعني هو قال ان ال 71137 ده الرقم ده زائد ده، عايز نستخدم استراتيجيه اي تقدير مما يلي يمكن استخدامه ليتحقق من معقوليته، يعني التقدير يقدر ازاي عشان يتاكد ان معلومته صح. طبعا المفروض التقدير اللي استخدمه ايه؟ بصوا كده الطبيعي الصح ايه؟ هيبقى ايه؟ تمام، برافو عليكم، اللي هو رقم ايه؟ رقم ج. ال 29 ده هيخليها 30000، وال 41 هيخليها 40000، يبقى 30 و40 ايه؟ يبقى 70000، يبقى اجابته ايه؟ قريبه من بعض، يبقى ايه؟ يبقى اجابته معقوله.
تمام؟ لكن رقم أ ما ينفعش 30 و50، لأن أنا بتقرب ال 41 لكام؟ ل 40، لأن قبلها 3، مش هتبقى يعني مش هتبقى قبلها 1، الأربعة دي قبلها 1، فمش هينفع تتقرب ل 5، تمام؟ والتانية برضو 50 دي ما تنفعش، وال 20 برضو ما تنفعش، لأن الاتنين قبلها 9، فهتبقى الإجابة الصحيحة هي إيه؟ هي ج 30000 زائد 40000. طيب رقم 8 اوجد الفرق 469 252 ناقص 469. 252 ناقص 469، حلها بالطريقة اللي تعجبك. طبعا الإجابة الصح ايه؟ 176. ده سؤال مباشر ما فيهوش اي مشكله، زي ما اتعلمنا ازاي نطرح. تحل شيماء هذه المساله ما خطواتها التاليه؟ يعني شيماء بدات تحل المساله دي 86 ناقص 252، فكتبت اول اجابه ليها 6. ليه؟ لان هي قالت 6 من 2 ما ينفعش، يبقى الاثنين دي تحط لها 1 من 4 تبقى كام؟ هتبقى ينفع واحد، طبعا هتبقى ايه؟ 6 من 12، يعني 6 من 12 ايه؟ ب 6، تمام؟ بعد كده تعمل ايه؟ ايه خطوتها الثانيه؟ ترى اعاده تسميه العشرات وطرح 8 عشرات من 14 10، ولا اعاده تسميه العشرات وطرح 8 عشرات من 15 10، ولا طرح 8 مئات من 200، ولا عدم طرح اي 100 من 200؟ طبعا الإجابة الصحيحة الأولانية أ، اللي هي إعادة تسمية العشرات، تمام، اللي هي أصلا 4 وطرح 8 من 14، لأن الخمسة دي هتبقى 4 أصلا، خدت منها 1، وال 8 من 4 ما تنفعش، نضيف لها 1 من الاتنين يبقى 8 من 14، يبقى إعادة تسمية العشرات وطرح 8 من 14. فهمت جت إزاي؟ خلي بالكم مهم جدا ده، لأن إحنا مش يعني هو فكرة إن هو عايز يعلمك ازاي تستخدم، تبقى فاهم الطريقه فعلا بالظبط يعني. طب رقم 10 حل الداليا المساله التاليه 2858 ناقص 6219 طلعت 3361. ثم تحققت، هي بتقول كده يعني طلعت الرقم ده، ثم تحققت من معقوليه اجابتها باستخدام التقريب. يعني قالت انا عايز اتاكد ان الاجابه بتاعتي صح دي ولا لا، لحسن اكون عكيت. وقالت ان اجابتها ليست معقولة، لان تقديرها هو 2000 ناقص 6000 تساوي 4000. هل ده صح؟ ايه الخطأ اللي ارتكبته هنا في التقدير؟ طبعا 2800 المفروض ما تبقاش ايه 2000، صح؟ المفروض تبقى كام؟ تبقى 3000. تطرح 3000 من ايه؟ من 6000، يبقى الاجابة 3000. طب هي ارتكبت خطأ، الخطأ اللي احنا ارتكبناه، احنا اكتشفنا الخطأ مع بعض اهو، ان هي المفروض لما تيجي تقرب ل 2858 تخليهم 3000، ما تخليهمش 2000. طيب يبقى الخطأ اللي ارتكبته من الاختيارات دي ايه بقى؟ طبعا رقم ب، لم تقرب داليا لعدد 2858 بشكل صحيح، كان يجب ان يكون تقديرها على النحو 3000، يبقى 6000 3000 ناقص 6000 يبقى ايه؟ يبقى النتيجه 3000، يبقى هي غلطت لما جت عملت التقدير. طيب رقم 11، كان لدى الخياطه قطعه قماش بطول 21 متر، استخدمت بعض القماش لصنع فستان ولم يتبقى لها سوى 15 متر. لنفترض ان سي يمثل طول القماش، اي معادله مما يلي تمثل هذه المساله؟ واحده واحده، هي كان عندها قطعه قماش 21 متر، عملت منه فستان اتبقى كام؟ 15. لو فرضنا ان حرف سي ده يمثل الفستان، اي معادله مما يلي تمثل هذه المساله؟ يعني عشان اطرح 21 من كام؟ يعني اطرح اللي اتبقى، عايز اعرف اللي اتبقى من ال 21 متر كام؟ هو اتبقى كام؟ اتبقى 15، اعرف هي الفستان خد قد ايه؟ يبقى المفروض اطرح ايه بقى؟ المفروض اطرح 21 15 من كام؟ اطرح 15 من 21، يبقى يتبقى كام؟ المفروض يبقى المفروض الفستان خد كام؟ خد 6، صح ولا غلط؟ كل واحد يختار، اختار كده الاجابات اللي عندك. هنفترض ان سي
هي الايه؟ هي طول القماش، طول القماش اللي هو 21، تمام؟ فالمفروض اطرح منه كام؟ اطرح منه 15 ولا اطرح منه كام؟ ممثل المسألة. طبعا ب هي الإجابة الصحيحة، 21 تمام ناقص ناقص سي تساوي 15. ناقص سي اللي هي ايه بقى؟ اللي هي طول القماش اللي استخدمته لايه؟ لصنع الفستان. 21 ناقص سي تساوي ايه؟ 15. السي ده اللي هي الفستان نفسه اللي هي عملته، اللي هي عملته من ال 21 متر. يعني 21 متر طرحت منه الفستان اللي هو سي، بقى 15 متر. طب رقم 12، غادر قطار المحطة وبه 680 راكبة. القطر طلع كان فيه 680 راكب، تمام؟ طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ ركب المزيد من ركاب القطار في المحطة التالية، أصبح عدد الركاب داخل القطار 800. حلو؟ يبقى هو ركب كام بقى؟ واحدة واحدة، يبقى ركب كام؟ زادوا كام على 680؟ طبعا زادوا كام؟ 120. لنفترض أن بي يمثل عدد الركاب، أي نموذج شريطي من النماذج التالية يمثل هذه المسألة؟ أي نموذج شريطي يمثل هذه المسألة؟ طيب نمشي كده واحدة واحدة أهو. بي هو اللي بيمثل عدد الركاب. طبعا هو ايه النموذج الاستاتيكي الصح؟ هي عدد الركاب اللي هم ركبوا يا اولاد، عدد الركاب اللي ركبوا ايه؟ اللي ركبوا تاني. يبقى هنا عندنا 680 والبي واتبقى 800، يبقى ده النموذج الشريطي الصح. 680 والبي ده اللي عدد الركاب اللي ركبوا، ده النموذج الشريطي اللي مظبوط، لان ال 800 هي هنا ايه؟ العدد ككل. يبقى الدال هو النموذج الشريطي الايه؟ الصح بتاعنا. تمام. رقم 13، املأ الفراغات التالية بالإجابة الصحيحة. يشتري مطعم 125 كيلو جرام من الأرز، ويستخدم 32 جرام من الأرز في يوم الاثنين و46 كيلو جرام في يوم الثلاث. استخدم النموذج الشريطي لمعرفة مقدار الأرز المتبقى. يعني هو يوم الاثنين استخدم 46، ويوم الثلاث يوم الاثنين بيستخدم 32، ويوم الثلاث بيستخدم كام؟ 46، وهو اصلا اشترى كام؟ 125. تمام. يبقى النموذج الشريطي هيبقى ايه بقى؟ هنا عندي المفروض ككل اللي فوق يتكتب كام؟ 125. هنا في الفراغ ده يتكتب كام؟ 125 فوق، لان العدد توتال كله. هنا استخدم 32 و46، يبقى اللي اتبقى كام؟ 47. اتبقى 47، لو جمعناهم هيطلعوا الايه؟ ال 125 بتوعنا، 47. يبقى هنا الفراغ الاولاني اللي فوق يبقى كام؟ 125، اللي هو العدد ككل، والعدد والرز اللي هيتبقى 32 و46 ناقص 125 هيتبقى كام؟ هيتبقى 47. هيتبقى كام؟ 47. يبقى 125 و47. ما قيمة اكس في المسألة دي قيمتها كام؟ 111 زائد اكس يساوي 481. يبقى المفروض ان انا بعمل ايه عشان اجيبها؟ برافو عليكم، بطرح ال 111 من ال 481 عشان اجيب قيمه اكس دي. يعني هو المساله عايز تقول لك كام زائد 111 يدينا 481؟ كام زائد 111 يدينا 481؟ طبعا يبقى لازم اعمل ايه؟ اطرح 111 و 481 عشان اعرف قيمه اكس دي. المفروض لما اطرحها في العادي بتاعي بتطلع الرقم الاجابه الصح ايه؟ هتطلع 370، لان 370 زائد 111 ب 481. 370 اللي هي رقم ب. طب رقم 15، استقبلت مدينه الملاهي 852 زائر في الصباح. بعد ان غادر بعض الاشخاص لتناول وجبه الغداء اصبح عدد الزوار المتبقين 629. يعني الصبح اول ما الناس جه كلهم كانوا 852، بعد شويه بعد ما الناس مشيت اتبقى كام؟ 629. ما عدد الاشخاص الذين غادروا لتناول وجبه الغداء؟ طبعا عشان اعرف اعمل ايه؟ المفروض ان انا اطرح ايه؟ 629 من 800 كام؟ من 852. لو انا طرحتها بالطريقه الطرح العاديه بتاعتي المفروض تطلع كام؟ تطلع 200
23، 203 وايه و20. طيب رقم 16، دخلت سفينه الميناء وهي تحمل 612 طنا من البضائع. التقطت ايضا شحنه وزنها 25 طن من الفاكهه الطازجه وشحنه اخرى وزنها 149 طن من الاجهزه الالكترونيه قبل مغادرتها المين. ما وزن البضاعه التي غادرت بها السفينه المين؟ خلي بالكم هنا واحده واحده. هو اول حاجه السفينه دخلت المينا وهي بتحمل كام؟ 611 ايه؟ 611 طن. تمام؟ بعد كده اتحط عليها 25 ايه؟ طن فاكهه. يبقى كام؟ 611 و625 يبقى 600 كام؟ 36. اتحط عليها بعد كده شحنه تاني وزنها 149، يبقى انا بجمع الثلاث ارقام دول مع بعض، 611 زائد 25 زائد 149 هيدينا المفروض الصح بتاعها تبقى ايه؟ رقم د اللي هي 785 لو انت جمعتهم بالطريقه بتاعتك العاديه. طيب السؤال رقم 17، كانت شاحنة مياه مملوءة بمقدار 4000 لتر من المياه، وصلت الشاحنة 1250 لترا من المياه للعميل الأول، ووصلت 620 لتر للعميل الثاني، ووصلت 2120 لترا إلى آخر عميل لديها، كم لترا من المياه متبقية في الشاحنة؟ يبقى هنا العدد التوتال بتاع 4000، يبقى المفروض اطرح منه 1250 وبعد كده اللي اتبقى اطرح منه 620 وبعد كده اللي اتبقى اطرح منه 2120، يتبقى عندي الايه؟ يتبقى عندي العدد بتاعي اللي هو المفروض موجود في الشاحنه بتاعتي. المفروض لما اعمل العمليه دي يطلع عندي ايه بقى؟ يطلع عندي كام من الموضوع؟ طبعا هيطلع عندي هيتبقى 10 لتر. يتبقى ايه؟ 10 لتر. لو انت خدتهم بمنتهى البساطه كده واحده واحده، 4000 اطرح من 1250 هيتبقى كام؟ هيتبقى عدد كذا. بعد كده اللي اتبقى، العدد اللي اتبقى ده تطرح منه 620، اللي اتبقى تطرح منه 2120، هيطلع عندك 10 لتر بس هم اللي ايه؟ هم اللي فاضلين. دي بتقيس مدى فهمك، بتتعودك على العمليات الحسابيه الكبيره يعني، بس خدها واحده واحده كتدريب وتدرب على كمان مسائل شبهها كده يعني. اقترح انت عدد معين واعمل عليه نفس المساله، هتلاقي نفسك انت ابتديت تتدرب واحده واحده وتفهم الدنيا. رقم 18، ذهبت ناديه في رحله للتنزه في طريق به مرتفعات وتلال، صعدت مسافه 26 متر ثم توقفت لالتقاط بعض الصور. تمام؟ ومن هذه النقطة صعدت مسافة 162 متر لتصل إلى قمة التل. بص خلي بالك، هي صعدت 26 متر وبعد كده وقفت وبعد كده راحت صعدت تاني من النقطة اللي كانت واقفة عندها 162 متر لتصل إلى قمة التل، ثم بدأت في المشي عائدة إلى أسفل التل، ولكنها قررت التوقف لتناول الغذاء. لم يتبقى لها سوى 45 متر وهي نازلة للوصول إلى أسفل التل بعد أن تنتهي من تناول الغذاء. كيف يمكنك معرفة عدد الأمتار التي مشتها نادية لتعود إلى أسفل التل قبل تناول الغذاء؟ واحدة واحدة خلي بالك كده من الحتة دي. طبعا وهي طالعة نفس المسافة هي كده وهي إيه؟ نازلة. هي طلعت 26 متر وبعد كده وقفت وبعد كده طلعت 162 متر تاني. فأنا عشان أعرف طول التل أجمع كام؟ أجمع 26 متر و162 هيطلع عندي كام؟ 188 متر. 188 ايه؟ متر. المفروض طول التل كام؟ 188 متر. هي بقى وهي نازله نزلت كل ده اتبقى لها بقى 45 متر. ايه السؤال؟ معرفه عدد الامتار التي مشتها ناديه لتعود الى اسفل التل قبل تناول الغذاء، يبقى هي لما هي كان باقي لها 45 متر وترجع لتحت خالص تنزل تحت، يبقى المفروض اطرح ال 45 من ال 100 كام؟ من ال 188. صح كده؟ المفروض اطرح 145، اطرح 45 من 188. طيب عشان اعرف هي المسافه اللي خدتها كام؟ اهو. طيب لنفترض ان دبليو يساوي عدد الامتار التي مشتها ناديه لتعود الى اسفل التل قبل تناول الغذاء، حل المعادله.
يبقى المعادلة تحت هتبقى ايه؟ تبقى المعادلة بتاعتي تبقى ايه؟ زي ما احنا قلنا كده 26 زائد 162 اللي احنا طرحناهم طلعوا 188 ناقص ايه؟ ناقص الدبليو اللي هي ايه؟ ناقص الدبليو اللي هو يساوي كام؟ 45 اللي هو الاجابه ايه؟ الثالثه دي. 26 زائد 62 ناقص الايه؟ المسافه اللي هي ايه؟ اللي هي المفروض عايز اللي هي المسافه اللي هي المفروض ايه؟ اتبقى لها. طبعا هتساوي كام؟ هتساوي 45. دي المعادله بتاعتي. لتجد ان ايه؟ لتجد ان المفروض ان دبليو تساوي كام؟ المفروض لتجد ان دبليو تساوي 143. يعني المفروض هي مشيت 100. لو جمعت 143 و45 هيطلعوا 188 زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا حسبنا. ركز في السؤال ده كويس جدا. طيب رقم 19، يحتوي وعاء قهوة على 1425 ملي لتر من القهوة. احنا هنتعامل مع الارقام، سيبك من الاحداث. 1425 ملأت رنا كوبا بمقدار 730 ملي لتر من القهوة الموجود بالوعاء. يعني كان في عندي 1425 خدت منهم كام؟ 730. ثم صبت 460 ملي لتر لصديقتها. يعني هي خدت 730 وبعد كده حطت لصديقتها كام؟ 460. كيف يمكنك معرفة مقدار القهوة المتبقية في الوعاء؟ اختر إجابتين صحيحتين. طبعا عشان أعرف القهوة المتبقية بعمل إيه؟ بجمع 730 زائد 460 وأطرحهم من 1425. دي استراتيجية، صح ولا لأ؟ 730 زائد 460 ناقص 1425. طيب نبص كده اهو، طرح ناخد الرقم ب، طرح 730 ثبتها رنا في كوبها من اجمالي 1425 تمام اللي كانت موجوده، ثم طرح 460 من الرقم. يعني ممكن اعملها على مرتين، اطرح 730 وبعد كده اطرح واللي اتبقى اطرح منه 460. دي استراتيجيه. الاستراتيجيه الثانيه اللي احنا قلناها اللي هي رقم د، طرح 460 من ثبتها رنا في كوب صديقتها من اجمالي 1425 متر كانت موجوده، ثم طرح 730. في استراتيجيه ثالثه اللي احنا قلناها ان احنا نجمع 730 زائد 460 ونطرحهم من كام؟ من 1425. يبقى هنا عندنا ثلاث استراتيجيات كمان. ممكن اطرح 730 من 1425 واللي اتبقى اطرح منه 460. وممكن اطرح 460 من 1425 واللي اتبقى اطرح منه 730. وممكن اجمع 730 زائد 460 واطرحهم من 1425. دول ثلاث استراتيجيات بتوعهم. طيب المفروض هنا عندنا اخر سؤال رقم 20. كان لدى المكتبه 5821 كتابا في مجموعتها في بدايه الاسبوع. عندها 5821 كتاب، تمام. استعار الناس على مدار الاسبوع 1527 كتاب واعادوا عددا مجهولا من الكتب المستعاره، وفي نهايه الاسبوع كان عدد الكتب الموجوده في مجموعه المكتبه هو 5507. حلو، ركز معايا في الحته دي. هو كان في 5821 كتاب، الناس استعارت منهم كام؟ 1527، وابتدوا يرجعوا في الكتب بس عايزين يعرفوا العدد اللي رجع كام. المهم عملوا جرد، لقوا ان في المكتبه بعد اسبوع لقوا ان المكتبه فيها كام؟ 5507. يبقى عدد الكتب اللي لسه ما رجعتش المكتبه كام؟ المفروض بعمل ايه؟ بطرح 5507 من 5821 عشان اعرف عدد الكتب اللي ايه؟ اللي ما رجعتش عندي، صح؟ طيب لنفترض ان ب هو عدد الكتب التي اعادها الناس، اشرح كيف يمكنك ايجاد عدد الكتب التي اعيدت المكتبه. الف، المفروض بعمل ايه؟ اول حاجه اطرح 1527 من 5821. 1527 اطرحها من كام؟ من 5821 عشان اعرف المفروض يبقى في المكتبة اصلا كان عندي كام، تمام. بعد كده ثم اطرح 5000 الرقم بيبقى، ثم اطرح 5507
اللي هم اصلا موجودين عندي في الوقت الحالي، سمطرة 5507، لتجد ان الناس قد اعادوا كام بقى؟ لو انا عملتهم وعملت الحسبه بتاعتي هتطرح، هتلاقي الناس رجعوا كام؟ 1213 كتاب. هتلاقي الناس رجعوا 1213 كتاب. تاني الحته دي، انا دلوقتي 1507 المكتبه كان فيها 5821، الناس خدت 1527، فبطرح 1527 من 5821، هيطلع عندي ايه؟ هيطلع عندي رقم. انا عايز اعرف بقى بعد ما جردوا كان 5507، فعندي اطرح ال 5507 دي من الرقم اللي طلع، فهعرف ساعتها ان الناس ايه اعادوا 1213 ايه كتاب. هي عمليه حسابيه، تمام، طرح وجمع. اتمنى تكون فهمتوا الجزء ده، وبكده نكون خلصنا الامتحان من بنك المعرفه على الوحده الثانيه، استراتيجيات الجمع والطرح. ان شاء الله اشوفكم في الامتحان اللي جاي بتاع الوحده الثالثه اللي هو مفاهيم القياس. اتمنى لكم كل التوفيق وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. مع السلامه.